اداره التوجيه المعنوي والاعلام الحربي والقياده العامه نعمل لاجل ان تكون الرساله موصوله وتشجيع على الوطن والاستمرار في العطاء والبناء وفتح الحياه والمجالات والعمل المتكامل في المستشفيات في المؤسسات المدنية في المؤسسات الأمنية حتى يكون صوتنا بإذن الله متداول لدى الناس بالعطاء والعمل الطيب اللي نرجو فيه منكم يا عزيزنا الشيخ اللي تسمعوا فينا توا. هو أدعونا بس ما نبو شيء، لا نبو فلوس لا رتب لا أي، نبو الدعاء فقط. أدعي يقول يا ناصر إن شاء الله ربي يسهل لك طريق الخير. هذه عندي بالبطاطيح كأنها معبية بطاطيح فلوس. يقول أخونا بشير أخي ناصر، التحية لك ولكل زملائك المقاتلين بقوة الكلمة، الكلمة الرافعة من الرافعة من معنويات أبطالنا الشرفاء في جبهات القتال.